احتشد أبناء مدينة تعز اليوم الجمعة أمام المنافذ المغلقة من قبل ميليشيا الحوثية الإرهابية، وطالب سكان المدينة بسرعة فك الحصار سلما أو حربا، محملين المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه استمرار هذا الحصار الجائر. ورفع أبناء تعز في 5 ساحات صورا وعبارات تطالب بسرعة فك الحصار ووضع حد لمعاناة السكان.